من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة. هذا الفيديو للذكور وللإناث علشان تتحقق الفائدة وفعلا تستفيدون من الفيديو وإن شاء الله فالكم النجاح. لازم تشوفون الفيديو كله كامل وتدققون في اللي بقوله، اعتبروه كتاب مرجع لكم مؤدي إلى النجاح بإذن الله تعالى. معاكم أخوكم المدرب مصطفى لايف من المملكة العربية السعودية. في هذا الفيديو بتكلم لكم عن فحص الرخصة اللي هو الاختبار العملي لرخصة القيادة. اللي بقوله في هالفيديو ينطبق على أغلب المدارس في المملكة العربية السعودية وفي بعض دول الخليج أو أغلب دول الأخرى، مع اختلاف طفيف يمكن في بعض النقاط. قبل ما أبدأ لا تنسون سجلوا أي استفسار تبونه، أي معلومة تحتاجون هو أنا بخدمتكم، وطبعا اللايك والاشتراك. أولا لما نقول فحص الرخصة أو اللي هو الاختبار لرخصة القيادة، هو الهدف من أن يتأكدون أن أنت فعلا تعرف تسوق وفق الأنظمة والمهارات اللي تعطي مدارس تعليم القيادة. عندك سيارة؟ عندي لك متجر عند أشياء حلوة، متجر زين النساء لمستلزمات السيارة، لا يفوتك، حياك تعالي شوف إيش عندنا. لنفرض أنه إن شاء الله بكرة الاختبار عندك، أول شي لازم تنام نوم مرتاح فيه، الصبح تفطر ضروري جدا، وتروح إلى محل الفحص الاختبار ومعاك هويتك الأصلية وتكون سارية المفعول. طبعا قبل ما أدخل في صلب الموضوع بعطيكم نصيحة، عامل نفسي جدا راح يرفع من معنوياتكم، وهو إياكم أنكم تتعاملون مع اختبار الرخصة على أنه هو شيء مصيري. صح هو مهم بس مو بمصيري، لا هو حياة ولا هو ممات. واختبار الرخصة بغض النظر عن النتيجة هو موقف من المواقف اللي في حياتك بتمر عليها، وفصل من فصول الحياة اللي كلنا بنمر فيها. بغض النظر عن النتيجة فيما بعد، بعد سنين بعد أيام راح تستذكر هالموقف كأي موقف عابر في حياتك، إيجابي أو سلبي، جيد أو سيء. بس الميزة في اختبار الرخصة إنه أفضل بكثير من مشاكل حياة اللي نمر فيها اللي ما نقدر نعيد الزمن. اختبار رخصة القيادة مو بأنك تعيد الزمن، لكن عندك فرصة الإعادة لو لا سمح الله رسبت من قدك، إنه إذا أخطأ في شيء يقدر يعيده وينجح. إن شاء الله ما تعيد، إن شاء الله تنجح، ولكن أنا يعني أعطيكم شوي تهيئة نفسية. تذكري دائما بأن نمر في حياتنا في مواقف وفصول وقصص وقضايا وأشياء ما يعيد الزمن ولا نقدر نعيدها، خلاص راحت علينا. بينما اختبار رخصة القيادة مما يميزه أنه لا سمح الله لو أخفقت لو رسبت تقدر تعيد. صح تدفع فلوس شوي بس تقدر تعيد، يعني عندك مجال. ولكن أنا متأكد بإذن الله تعالى أغلبكم أو كلكم إن شاء الله تعالى سينجح. قبل ما أبدأ إن شاء الله إذا نجحتوا اللي يشوف الفيديو ينجح، أرجوكم رجعوا لي كتبوا لي في التعليقات إن أنت نجحت، إن شاء الله ناجحون. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الآن جاء موعد الاختبار. طبعا تروح إلى محل الاختبار اللي هو المدرسة أو المرور على حسب الدولة، وتكون معك هويتك الأصلية وقلنا تكون سارية المفعول. طبعا بعض الدول مثل عندنا في السعودية وبعض دول الخليج عندهم الهوية الرقمية اللي هو في الموبايل في الهاتف الجوال، قانونا يكفيها أو تكفي عن حمل الهوية الورقية أو البلاستيك. حضرت مكان الاختبار، انتظرت دورك، جاء وقت دورك، نادوا على اسمك ونادوا على اسمك، تروح تركب السيارة مع الفاحص. إذا ركبت السيارة لا تنسون اللي هو تجهيز ما قبل الانطلاق اللي كنا نرمز فيه وخدتوه يمكن باختصار DSSSM، وهو إغلاق الأبواب، ضبط المقعد، ضبط الدركسون الستيرنج المقود، وربط الحزام، وطبعا ضبط المرايات. بالنسبة حق ضبط المرايات، أفضل طريقة لضبط المرايات، طبعا ضبط المرايات تكون في آخر شيء، ضبط المرايات تكون طبعا أول شيء نضبط المراية الداخلية لك يا السائق، ثم الخارجية اللي على اليسار، ثم الخارجية اللي على اليمين، على أساس تعطيك نتيجة جدا جيدة. جاهز؟ استعديت؟ قال لك الفاحص يلا توكل على الله. قبل ما تمشي ألقي نظرة على الطابلون، تأكد أنه ما في لمبة مولعة
متعلقة بحركة السيارة، مثل انك نسيت الهاند بريك او ما ربطت الحزام او باب مفتوح، بيبين معك في الطابلون فيما لو. جاهز، استعد، راقب، انطلق. ذي مهارة كنا نسميها POM، اللي هو انت مستعد انك تمشي صح، بتراقب اذا ترجع ورا او بتقدم قدام. لازم اول شيء بتشوف ما في سيارة جاية، ما في جسم عائق، بتشوف المرايات، ثم بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتنطلق. المعنى يعني انك لا تمشي بسرعة، اول تأكد ما في سيارة، ما في شيء ممكن تصدمه لا سمح الله. الان مشيت الى الاختبار ومعاك الفاحص راكب على يمينك وانتوا رابطين الحزام. طبعا لا تنسوا تقول حق الفاحص او تقولين للفاحصة اربط الحزام، يمكن تنسى او يمكن تختبر في النوع اثناء الاختبار. اوكي، طالما ان الفاحص او الفاحصة ما يقول لك راح يمين او يسار، هذا يعني انك راح سيدة، الا اذا قال لك روح يمين او روح يسار. نجي حق اهم نقطة في الفحص في الاختبار، ضروري جدا الانتباه للعلامات المرورية والعلامات الأرضية. العلامات المرورية اللي هو اللوحات، اللي هو ممنوع الدخول، الوقوف، التقاطع، اللوحات ذي، السرعة، معبر مشاة، في لوحات. كذلك العلامات الأرضية اللي هو ممنوع التجاوز أو نهاية التجاوز وهكذا. كذلك لا ننسى أن احنا نوقف عند معبر المشاة. وكذلك الأهم الوقوف عند لوحة قف. دائما الوقوف، سواء الوقوف عند لوحة قف أو الوقوف لمعبر مشاة وما في أحد، أو الوقوف وانت بتلف يمين مثلا، دائما الوقوف 3 ثواني. نقول 1 2 3. الآن بدأنا عملية الاختبار، قلنا لا ننسى اللوحات المرورية واللوحات الرشادية واللوحات الأرضية، ننتبه حق أي لوحة نمر عليها. ضروري الانتباه حق ضبط دعسة دواسة البنزين أو دواسة البريك. وقد يقول لك الفاحص أو تقول لك الفاحصة سرعي خفي، قد من الأشياء اللي احتمال بنسبة 99% اللي هو الدوار بيقول لك الفاحص أو الفاحصة يلا ادخل الدوار. وعند الدخول الدوار ضروري ضبط المسار، أنت في أي مسار بتروح، هل بتروح سيدة، تروح يمين، بتسوي تير، لأن كل جهة لها دوار، لها مسارها. وطيب بخصوص الخروج من الدوار، ضروري أن احنا نطبق اللي خدناه في الدروس السابقة، هو النظر كتف وإعطاء الإشارة قبل الخروج من الدوار. الآن نجي حق المواقف. طبعا المواقف كثيرة، لكن أبرزها اللي هو 3 مواقف اللي خدتوها قبل، اللي هو 90 درجة أو الموقف الموازي أو الموقف 60. مثل ما تعرفون موقف 60 درجة هو فقط بالأمام، موقف الموازي ما يضبط إلا بالخلف، وإن كان في البعض ممكن يضبط لكن صعبة. وبالنسبة حق الموقف 90 اللي هو ممكن يكون بالأمام وممكن يكون بالخلف، بالأمام سهل لكن غالبا ممكن يطلبون من الخلف الدخول إلى موقف 90 بالخلف. هم قلنا 3 مواقف بس ما تدري الفاحص أي موقف بيعطيك، فلازم أنت تعرفهم كلهم. أيضا من الأشياء اللي أكيد بيطلبها منك الفاحص أو الفاحصة بتقول لك غير مسار أو تجاوزي. طبعا التجاوز أو تغيير مسار قد يكون في سيارة أمامك وقد ما يكون في سيارة، بيقول لك بس غير مسارك. أو قد يكون في شيء يسمونه جسم ثابت، خذتوا أغلبكم جسم ثابت، يعني سيارة خربانة، حفرة، مكان حفريات، فأنت تتجاوز تغير مسارك قبل وصولك إلى هالجهة. أثناء الاختبار في نقاط جدا مهمة تنتبه لها وتنتبهين لها. 1 مثلا المسافة الآمنة، ترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة اللي قدامك. النظر إلى المرايات كل ما استدعت الحاجة، اللي هو عند تغيير مسار، عند الدخول، عند الخروج، عند الموقف، في نقاط تحتاج أنك تطالع فيه المراية، لازم تطالع فيه المراية على طول. كذلك بعض المدارس تمنع أنك تدوس على عيون القطط، الفواصل ما بين المسارات. وطبعا اهم شيء انتبهي تصدم في اي جسم، سياره، رصيف، قمع، لا تصدم في شيء، لان الاصطدام 99% عليه رسوب فوري. في نقطه يمكن بعض الفاحصين والفاحصات يزعلون علي، وهو انه محتمل ولو 1% في بعض المدارس، يمكن في بعض الدول، احتمال ان الفاحص يقولك ادخل يمين او ليش ما سويت كذا. فانت لازم تكون منتبه، لازم تكون منتبه انه لا كذا ما يصلح، كذا خطا، لازم تسوي كذا صح. هذا في حاله قال لك ما قال، ممكن مثلا يقول لك ادخل يمين ويمين ممنوع الدخول،
او مثلا انت واقف في الاشاره الضوئيه يقول لك ايش فيك واقف، تقول الاشاره. في مهارات بعض المدارس يعطونها وبعضهم ما يعطونها، وفي بعض الدول يعطون وفي بعضهم ما يعطون، مثل مهاره حرف التي، مثل مهاره شكل الثمانيه، مثل مهاره التله، مثل مهاره الجراج، مثل مهاره الاكس. لكن الاشياء اللي 99% لازم يعطونكم اياها اللي قلناها: الدوار، المواقف، التجاوز، التسارع، التباطؤ. التسارع التباطؤ اللي يقول لك يلا زد 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 السرعه، او خفف خفف خفف، او وقف بشكل مفاجئ. ذي تستوي يعني احيانا، لكن ذي مهمه حتى يتاكد الفاحص من تحكمك وتمكنك من المركبه في انها تمشي او توقف او تخفف. يجي سائل يقول: ابو محمد، وماذا عن الاخطاء في الاختبار وعن الرسوب وعن اعاده الاختبار؟ الجواب بيكون التالي: الاخطاء نوعين. في اخطاء اذا تراكمت خطا على خطا على خطا على خطا توصل الى رقم معين يؤدي الى الرسوب، وفي اخطاء لو اخطات في احداهم على طول رسوب فوري. ولكن في المجمل وفي العاده الفاحص عنده خبره والفاحصه تعرف عندها خبره، يبين من سواقتك، يبين من سواقتك، تعرف تسوق ما تعرف تسوق، قد يتغاضى عن اخطاء تكون مهمه. ليش يتغاضى؟ لان انت فعلا تعرفين تسوقين وانت تعرف تسوق، وذي خطا اي واحد يمر فيه، ولكن هناك اخطاء تعطي انطباع واضح انك مش سائق. بالنسبه حق الاخطاء الصغيره اللي اذا تراكمت ممكن تؤدي الى الرسوب، الاخطاء اللي ممكن اي احد يقع فيها بس مو بشكل كثير ومتكرر، اخطاء بسيطه يعني. اما الاخطاء المؤديه الى الرسوب الفوري، هذا نعرضته لكم شوفوها، اللي هي مثلا عدم التحكم بالمركبه، المركبه تروح من يسار، عدم التحكم بدواسه البنزين والبريك بشكل توحي تعطي انطباع انك ما تعرف تسوق، الاصطدام، تدخل الفاحص او الفاحصه، يعني احيانا في خطا ممكن كنت هتقع فيه فيتدخل الفاحص او الفاحصه لايقاف السياره بالفرامل الاحتياطيه اللي عنده، او انه يمسك الدركسون كنت هتسوي شيء خطا كبير. كذلك عدم التحكم بإيقاف السيارة بالشكل الصحيح عند الإشارة الضوئية. كذلك عدم التقيد ببعض اللوحات المرورية المهمة عليها رسوب فوري، مثلا عدم الوقوف عند لوحة قف رسوب فوري، مثلا عند التجاوز في منطقة ممنوع التجاوز فيها، الدخول عكس السير. طيب في حالة الرسوب شو اللي يصير؟ في حالة الرسوب طبعا يتفاوتون بعض المدارس، ولكن الأغلب عندنا في السعودية إنك يعطونك حصص إضافية وتدفع رسوم اللي هو إضافية، ثم بعد ذلك تعيد الاختبار مرة ثنتين ثلاث لين فلوسك تخلص. قبل ما أوصل إلى النهاية باقي نقطتين معلومتين مهمتين. واحد، ممكن يسأل سؤال: أبو محمد، متى أسوي الفحص الطبي؟ أنا أقول يعني مناسب انك تسوي الفحص الطبي او تسوين الفحص الطبي قبل الاختبار بعملي بيومين ثلاثه يوم، لان الان اكتروني بيطلع في المرور عندهم مباشره او يمكن يتاخر شوي، فما لا داعي ان احنا نسوي الفحص الطبي من اول ما نسجل في المدرسه، لا، قبل الاختبار العملي بيوم يومين ممكن تسوونه. معلومه مهمه جدا، اذا عليك مخالفات مروريه، اذا عليك مخالفات مروريه ممكن تخلص مدرسة القيادة، لكن ما راح تصدر لك الرخصة إلا بعد ما تسدد المخالفات المرورية. كذلك آخر نقطة وهو دفع رسوم إصدار الرخصة، يفضل أنك تدفع رسوم إصدار الرخصة يعني قبلها بيوم، على سان الفكرة أنك إذا خلصت اختبار وأنت مسوي الفحص الطبي وأنت دافع رسوم الرخصة تخلص المدرسة بالنجاح إن شاء الله تعالى، ثم تتوجه إلى المرور لاستلام رخصتك. بذلك أكون وصلت إلى نهاية الفيديو، وإن شاء الله أفدتكم. وأكرر مرة ثانية أحبتي أخواتي، اللي ينجح فيكم يرجع يكتب لنا نجح، واللي ما نجح إن شاء الله فالكم الخير والنجاح بإذن الله تعالى. أخوكم مصطفى لايف، دمتم بود.